أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة وأبدأها بالعناوين. صحيفة القبس الكويتية: أمريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن الكوثراني. المدى العراقية تنقل عن المونيتور الأمريكية: حظر التجوال وكورونا فشلا في إخلاء ساحات الاحتجاج. وفي تقرير لصحيفة البيان الإماراتية: الكاظمي هو آخر خيار أمام سيناريو إعادة عبد المهدي. من المقالات يكتب ماجد السامرائي في العرب اللندنية: الكاظمي الورقة الثالثة. ويكتب عريب الرنتاوي في الدستور الأردنية: هواجس كورونا والاستعصاء الحكومي في العراق. التفاصيل بعد قليل. قالت صحيفة القبس الكويتية إن أمريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد الكوثراني، أحد كبار القادة العسكريين بجماعة حزب الله في العراق، والذي كان مساعدا لقاسم سليماني. وتعرض أمريكا هذا المبلغ مقابل الحصول على معلومات بشأن أنشطة وشبكات ومساعدي الكوثراني، واصفة إياه بأنه إرهابي عالمي، واتهمته بتمويل جماعات مسلحة في العراق. قالت صحيفة المراقب العراقي إن القوات الأمريكية تجري تحركات ببعض المدن العراقية وسط تحذيرات من نوايا مشبوهة، ويأتي ذلك بالتزامن مع انسحاباتها المتوالية من القواعد العسكرية في العراق. وتكشف أوساط أمنية عن قيام القوات الأمريكية بالتجوال داخل أرجاء البلاد من دون التنسيق مع القوات العراقية، فيما يحذر مراقبون في الشأن السياسي والأمني من اتفاقات أمريكية عراقية جديدة هدفها إعادة احتلال البلاد تحت غطاء شرعي. نقلت صحيفة المدى العراقية عن صحيفة المونيتور الأمريكية: حظر التجوال وكورونا فشلا في إخلاء ساحات الاحتجاج. وتؤكد الصحيفة أن الاحتجاجات ضد الحكومة قد تم تعليقها رسميا في أواخر شهر آذار كجزء من جهود لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ومع ذلك بقيت ساحات رئيسية من ساحات الاحتجاج مشغولة. ويؤكد الناشطون أن فيروس كورونا لن يردع المحتجين في ساحة التحرير لحين تحقيق مطالبهم. وتقول مراسلة صحيفة المونيتور الكاتبة الأمريكية تشيلي كيتلسون إنها زارت ساحة التحرير وذهبت إلى أيقونة الاحتجاج المطعم التركي وكان يعج بالمحتجين. قالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية إن إيران أوحت لفصائل عراقية مسلحة مرتبطة بها لإفشال الكاظمي. وتشير مصادر إلى أن فصائل مرتبطة بإيران بدأت تمارس تهديدات صريحة ضد الكاظمي وضد القوى التي دعمته، متهمة إياه بالارتباط بعلاقات سرية مع وكالة المخابرات الأمريكية. وفي تقرير لصحيفة البيان الإماراتية: الكاظمي هو آخر خيار أمام سيناريو إعادة عبد المهدي. ويرى مراقبون سياسيون أن جل الكتل السياسية في العراق مضطرة لاختيار الكاظمي، وأن الأمر لا يعد كونه تحديا لإرادة الشارع العراقي ولكسب الوقت من أجل إنضاج مشروع الإبقاء على الحكومة المستقيلة لعبد المهدي. ويرى المحلل السياسي ساهر عبد الله أن هناك شبه اتفاق خلف الكواليس بين طهران وواشنطن ترفع إيران بموجبه يدها عن العراق بشكل تدريجي مقابل خفض أمريكي للعقوبات التي باتت تهدد وجود النظام الإيراني. أما الآن فننقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
أهلا بكم إلى مقالات الصحف. يكتب ماجد السامرائي في العرب اللندنية الكاظمي الورقة الثالثة. يقول السامرائي: رغم النكسة وحالة التشظي التي تعيشها، قبلت الأحزاب الشيعية تحت ظل نصائح إيرانية مستجدة تجرع الكأس المر باختيار رئيس وزراء من خارجها، لكنه منفذ لرغباتها الأساسية في ظل حالة التداعي والتدهور الصحي والاقتصادي. ويرى السامرائي أن المطلوب من الكاظمي شيعيا عدم تعريض زعامات الفساد التابعة لهذه الأحزاب لمخاطر المساءلة والمتابعة القضائية، وقد ينفذ الكاظمي هذه الرغبة خصوصا وأن فترته محدودة. ويكتب محمد الجبوري في الزمان العراقية التيه السياسي. يقول الجبوري: الواضح أن القوى السياسية الممسكة بزمام المبادرة العراقية والمتطاحنة على بناء مجدها السياسي على أنقاض الشعب العراقي الذي تحول غالبيته إلى رهائن بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لم ولن تريد أن تعترف ولو لمرة واحدة أنها تعيش عصر الظمأ السياسي وزمن التيه، وليس بمقدورها تحقيق هدف واحد، ولم تدرك بعد أن العراق على مشارف تحولات جذرية ويمر بمنعطف تاريخي حاسم. أخيرا يكتب عريب الرنتاوي في الدستور الأردنية هواجس كورونا والاستعصاء الحكومي في العراق. يقول الرنتاوي: الحراك الشعبي غير المسبوق الذي اجتاح بغداد والمحافظات الجنوبية أسقط حكومة عبد المهدي باعتبارها تجسيدا لنظام المحاصصة الطائفية ومظلة تستفيء بها أحزاب السلطة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج وانعدام الكفاءة. ويضيف بالقول: على رئيس الحكومة المكلف أن يتحضر للحظة مواجهة وامتحان مع الحراك الشعبي، وأن يتقن فن السير فوق حبل رفيع يمتد بين طهران وواشنطن وآخر بين أربيل وبغداد. مشاهدينا، سيكون معنا عبر الهاتف بعد الفاصل الكاتب والمحلل السياسي عادل الأشرم، وذلك في حوار أسبوع الصحافة. أرجو تفضلكم بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عادل الأشرم. مرحبا بك سيد عادل معنا. مرحبا. دعنا نبدأ من عنوان صحيفة القبس الكويتية: أمريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد الكوثراني أحد كبار القادة العسكريين بجماعة حزب الله في العراق والذي كان مساعدا لقاسم سليماني. ماذا يعني ذلك برأيك؟ بلا أدنى شك، يعني هذا واضح اعتراف رسمي من قبل الإدارة الأمريكية أن هنالك منظمة إرهابية مرتبطة أساسا بحزب الله في لبنان، وهذه المنظمة معروف عائديتها لإيران، وبالتالي أصبح لها جذور في العراق، تريد أن تؤسس نواة إرهابية ثانية في العراق على غرار ما يحصل في العراق في اليمن. وبالتالي مثل هكذا شخصيات أين الإدارة الأمريكية منها طوال كل تلك السنوات؟ طالما نبهنا وطالما حذرنا وطالما قلنا هذا التدخل، الأمريكان هم نفسهم من سهلوا لكي تكون هنالك بيئة خصبة لنشوء مثل هكذا منظمات إرهابية مرفوضة من قبل الشارع العراقي والشارع العربي. الآن هل أن الإدارة الأمريكية باتت تدرك خطورة هذا الوضع وأنها باتت تريد أن تصلح؟ لننتظر. نعم، كوثراني هو وأشباهه كثر مجرمين ومرتبطين بسجل إجرامي كبير، وتدخلهم في العراق تدخل سافر يتجاوز السيادة، والعراق مأسور بشكل كامل للإرادة الإيرانية التي هي من سهلت وجود هؤلاء. سيد عادل، أمريكا تعرض هذا المبلغ مقابل الحصول على معلومات بشأن أنشطة وشبكات ومساعدي الكوثراني، واصفة إياه بأنه إرهابي عالمي. برأيك، هل تعجز وكالة الاستخبارات الأمريكية عن الحصول على معلومات عن الكوثراني؟ يا
يعني أنا أقف عند هذه النقطة كثيرا يعني وقفت عندها حقيقة، وهي الإدارة الأمريكية كان يعني من المفترض افتراضي بعد عام 2003 أنها متدخلة على الأقل استخباراتية بشكل كبير بجميع مفاصل العراق. هذا اعتراف أنها ضعيفة استخباراتيا إذا كان صحيح. إذا كان صحيح، ولكن لاحظنا شواهد أخرى على الجانب الثاني تؤكد أن هذه الفرضية غير صحيحة، غير صحيحة، وبالتالي الإدارة الأمريكية تملك اخطبوط كامل من العملاء، من الأدوات، من المعلومات، من البيانات الاستخباراتية الدقيقة فيما يدور في العراق، وبالتالي هي تستطيع أن تصل إلى مثل هكذا الشخصيات، ولا حاجة لصرف مثل هذا مبالغ على تلك الشخصيات. وشاهدنا مؤخرا كيف وصلوا إلى أقوى من تلك الشخصيات وأكثر تأثيرا عندما أرادوا هذا الشيء، ولكن هل هنالك جدية؟ هنا المفارقة. وإذا كان الأمر مثل ما قلت لك في البدء إنه حقيقي، فهذا يدل على ضعف استخباراتي كارثي لهذه الدولة التي جلبت كل هذا البلاء. نعم، ننتقل إلى عنوان لصحيفة المراقب العراقي: القوات الأمريكية تجري تحركات ببعض المدن العراقية وسط تحذيرات من نوايا مشبوهة. بماذا تصف هذه التحركات؟ يعني التحركات بلا أدنى شك، يعني الأرض العراقية أصبحت أرض خصبة لجميع الجهات، لجميع التدخلات. هناك على البيئة العراقية تدخلات خارجية، سواء استخباراتية، سواء عسكرية، سواء ميليشياوية، من دول عدة، كل لها أهدافها وكل لها نواياها. هناك تضارب مصالح، هناك تأثير. الشعب العراقي كله مأسور، الدولة العراقية لا توجد، لا توجد سيادة، توجد صراعات ميليشياوية، هناك هيمنة لجهات معلومة ومعروفة وهي صاحبة الكلمة العليا. هذه الجهات مرتبطة بإيران ارتباطا كليا، تحاول بعض الدول أن تحدث اختراقا هنا وهناك، ولكن يبدو أن المشهد غير واضح والجدية أيضا غير واضحة. لذلك هذه التخوفات يعني ليست جديدة على كل الجهات، سواء الفاعلة باتجاه سلبي مدمر أو التي تحاول أن تخترق هذه الاتجاهات السلبية باتجاهات إيجابية لعودة ربما الحياة شيئا فشيئا، أو التخفيف عن كل الضغوطات والمزالة شهدها هذا البلد. وبالتالي هي أمور ليست جديدة أبدا على الساحة العراقية حتى يتفطن لها الآن. أيضا سيد عادل، في ذات السياق يحذر مراقبون في الشأن السياسي والأمن العراقي من اتفاقات أمريكية عراقية جديدة هدفها إعادة احتلال البلاد تحت غطاء شرعي. كيف يكون الاحتلال تحت غطاء شرعي؟ يعني هذه الشرعية وما ينبثق عنها وقول أن الاحتلالات تتم بشرعية، لا يوجد احتلال شرعي أبدا، إنما هذا مفهوم درج بعد احتلال العراق عام 2003 لتسويق هذه المفاهيم مجددا تحت اعتراف أن هنالك احتلال، وهذا الاحتلال شرعي ويضاف في بند ضمن الأمم المتحدة. هذا كله كلام غير مسؤول قانونيا على مستوى العالم وغير أخلاقي، وينم عن فعلا فكر، لنقول فكر ذو مفهوم رجعي كامل للعالم الحر الذي لا ينبغي أن يصل إلى هذا المستوى. احتلال شرعي بماذا يشرعون؟ هم أصلا محتلين العراق، ولكن هم بعد احتلال العراق توافقوا ضمن نطاقات مرحلية لمصالح مع جهات خارجية أخرى، أشدوا أيضا ضررا في احتلال العراق، سلموا العراق لإيران، الآن يحاولوا أن يلعبوا مع إيران لعبة الاحتلالات واحتلال شرعي. هذا أمر فوق منه، ليس هنالك جدية حقيقية. لو كان هنالك جدية حقيقية لأعطوا البلد سياسته، ولأمتنعوا عن التدخل في شؤونه في كل مناسبة، ولأحترموا إرادة الشعب العراقي الذي رفض كل هذا المشروع السياسي المنبثق عن سلطة احتلال غير شرعية. نعم، لدينا صحيفة المدى العراقية تنقل عن صحيفة المونيتر الأمريكية: حظر التجوال وكورونا فشلا في إخلاء ساحات الاحتجاج، ويقول الناشطون إن فيروس كورونا لن يردع المحتجين في ساحة التحرير لحين تحقيق مطالبهم. برأيك هل ستصمد ساحات الاحتجاج أمام الضغوط الحكومية في العراق؟ يعني السلاح الفتاك والسلاح الفعال والسلاح الناجح على الأقل في هذه المرحلة هو سلاح الوعي. سلاح الوعي الذي أرسل من قبل الجماهير العراقية التي باتت تعرف من هو عدوه
وسمت العدو وسمت نوعه وآليته وهتفت ضده ورفعت رسالة وأوصلت للعالم كله أن عدوه معلوم ومكشوف للجميع. هذه بحد ذاتها لا يمكن أن تنتهي ولا يمكن أن تزول، وهذا الوعي سيتبلور إلى درجات أكثر. نعم الجائحة التي الآن تحل في العالم واجتاحت العالم بشكل خطير، هي نقول ونتفق مع من يقول أنها كبلت الوضع بعض الشيء أو أوجدت متنفسا للسلطة الحاكمة لأن تتنفس الصعداء، على الأقل أنها تتحجج أن هنالك انشغالا محلي أو انشغالا إقليمي أو عالما ذلك، ولكن هذا الأمر لن ينفعهم لا على المستوى القصير الآن ولا على المستوى البعيد، لأن الشعب وعى بأن هذه الطقمة هي عبارة عن نظام ميليشياوي فاسد لا يمكن للعراقيين أن يقبلوا به ولا يمكن له أن يصمد مهما حاول الإيرانيين أو باركته الدول المتفقة سرا مع الإيرانيين وعلنا تحاول أن تنكر هذا الاتفاق، وبالتالي ستعود وستظهر ولن يخفت يعني بريقها أبدا. نعم، عنوان لصحيفة أخبار الخليج البحرينية: إيران أوحت لفصائل عراقية مسلحة مرتبطة بها لإفشال الكاظمي، متهمة إياه بالارتباط بعلاقات سرية مع وكالة المخابرات الأمريكية، هل تعتقد ذلك؟ يعني الإيرانيين يعلمون والعالم كله يعلم والعراق يعلم أنه لا يمكن أن تمرر شخصية رئيس وزراء في ظل هذا الوضع السياسي، وخاصة بعد عام 2003 حتى هذه الساعة إن لم يكن هنالك رضا إيراني أبدا. حتى وإن أرسلت واشنطن رسائل هنا وهناك فهي عودة إلى المربع الأول ضمن التوافقات، مرحلة التوافق المصلحي ما بين واشنطن وطهران لا يعد كونه إلا هكذا. فالكاظمي كلنا علم وكلنا عرف كيف تم اختياره، ولو كان هنالك جدية حقيقية كان الزرفي قبله أكثر يعني بعدا لنقول على الأقل في الإعلام من الإيرانيين، ربما يكون هذا أمر موجود رغم الكثير من المثالب على هذه الشخصية، ولكن لماذا أصروا على استبعاده؟ هم استبعدوه وجاءوا بشخصية اتفقوا عليها ضمن نطاق ما عرف باسم البيت الشيعي، كلهم اتفقوا عليها. أما أن تظهر حركات هنا وهناك وتقول أنها على خلاف أو يدعي أنه على خلاف معها، هذا الأمر كله ضحك على الناس، لأن هذه الحركات تعلم علم اليقين أنها مرتبطة بالجهات أو البيت الشيعي الذي اتفق على الكاظمي، وبالتالي لا تأثير عليها، بل هذه الحركات الإرهابية الميليشياوية التي على رأسها ما يعرف باسم حزب الله في العراق هي من يدير دفة الأمور بمساعدة إيرانية، ولا يستطيع الكاظمي أن يواجهها حتى وإن أدعى هذا الأمر، وهي بالأخير وافقت حتى وإن أدعت أنها ضده أو أن هذا الأمر لم يتم بالموافقة. لكن لو لاحظت الرسالة التي ترسل من هذا الفصيل بالذات كيف كانت اختيارة وكيف كانت تهاجمه وهاجمها أخذ ومد، كله ضحك على الناس في سبيل أن يكون هنالك قطاعا، حتى عملية اتهامه بأنه من أوشى أو أوصل معلومات أو بعض الجهات اتهمته سليماني وبعض كله محاولة الحفاظ عليه من قبل الإيرانيين، هذا يدل على تبعيته لإيران أكثر من تبعيته لأمريكا، وبالتالي الإيراني نفسه يريد أن يرسل رسائل للأمريكان أن هذا الشخص هو محسوب عليكم، وبالتالي هم يريدوا أن يحافظوا عليه. هذا أمر مكشوف لكل عراقي لكل متابع. هناك تقرير أيضا لصحيفة البيان الإماراتية: الكاظمي هو آخر خيار أمام سيناريو إعادة عبد المهدي، هل تتوقع عودة عبد المهدي مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء في العراق؟ يعني عادل عبد المهدي أصبحوا في وضع محرج، يعني بعد الفضائح وبعد التدخل بعد الانكشاف وبعد كل هذه المآلات التي حلت بالبلد، أصبح من الصعب عليهم أن يعيدوا تأهيل عادل عبد المهدي مجددا إلا بحالة أن يماطلوا بالوقت فقط، مع أن يتم اختيار شخص حتى يرفض يأتي بشخص ثاني يأخذ مداه وهكذا، ربما بحثا عن النجاة من خلال الوقت، ولكن مسألة تأهيله مجددا تأهيل عادل عبد المهدي لا أعتقد أن هذا يستطيعون أن يمرروه، يحاولوا أن يجدوا شخصية أكثر وطأة وأشد قسوة وأكثر تبعية حتى من عادل عبد المهدي الذي هو حد النخاع تبعيته ويعلنها علنا، وبالتالي هذه كله أيضا الهدف منه مناورات لمكسب
للحصول على الوقت، ليس إلا وإعادة تأهيل البنية السياسية بنفس طبقتها، بنفس مكوناتها، بنفس أحزابها. هم يراهنون عليها في كل الجوانب وأعادوا المحاصصة بأبشع صورها. والآن باتفاقهم على الكاظم هم يحاولوا أن يرسخوا ترسيخا كاملا لمبدأ المحاصصة والتقسيمات الطائفية وتقاسم المناصب بشكل مخزي إلى أبعد الحدود. ويحاول أن يجدوا تبعيات للجهات الأخرى ضمن نطاق المكونات لكي يضمنوا هذه الأمر ضمن مداها العام، ويقولوا أن لا يمكن للعراق أن يحل نطاق السياسي إلا من خلال توافق تلك المكونات التي يختاروا لها القيادات الفاشلة الهزيلة الضعيفة، وبالتالي يمرروا ما يريدوا. لقاء ماذا؟ لقاء أن يرضوا إيران، وإيران هي المتحكم الفعلي في الشأن العراقي وهي صاحبة الكلمة، والعراق مرهون لإيران. ننتقل سيد عادل إلى زاوية مقالات الصحف. يكتب ماجد السامرائي في العرب اللندنية الكاظمي الورقة الثالثة، يقول: المطلوب من الكاظمي شيعيا عدم تعريض زعامات الفساد التابعة لهذه الأحزاب لمخاطر المساءلة والمتابعة القضائية، وقد ينفذ الكاظمي هذه الرغبة خصوصا وأن فترته محدودة. هل تتوقع أن الكاظمي سينفذ ذلك؟ طبعا هو الرجل جزء من آلة الفساد، وجزء من الاختيار، وجزء من ما عرف باسم المعارضة التي جاءت مع المحتل وجاءت على الدبابة، وجزء من العمل الاستخباراتي الذي كان يجري في قبل عام 2003، وكان مع أحمد الشلبي، وكان مع حزب الدعوة، كان مع كل الاتجاهات، رغم أنه محاولة أن ينعى بنفسه ويدعي نفسه أنه مستقلا، ولكنه جزء من منظومة الفساد. وهو الآن يعني لا يعول عليه أنه يقوم باجتزاف الفساد أبدا، ولن يستطيع. وهم من جاءوا به، وتلك الكتل هي من اتفقت ورشحته، وهذا ترشيح لا يمكن أن يتم إلا من خلال شروط. هذه الشروط لا يعلنونها، لن يستطيع أن يتجاوز لا على الميليشيات ولا على الفساد. وسيحاول أن يعيد تأهيل الطبقة السياسية بشكل قلت لك أكثر قسوة، وستشهد الأيام إن مرر، إن ما حدثت بعض الأمور ومرر. هذه الحيل لا يوجد دولة في العالم هكذا خلال أشهر يبحثون عن شخصية فيجدون شخصية ثانية حتى ترفض الشخصية، يأتون بشخصية ثالثة. هذه ليست قيادة مسؤولة، وليست قيادة وطنية حريصة. وكانت هنالك قيادة تنبع من إرادة حقيقية لما آلت الأمور إلى هكذا أمور، ولما آلت الأمور إلى شخصيات فاسدة علنية بحق هذا البلد وبموارد هذا البلد وبتاريخه وبكرامته، وهي الآن تؤهل علنا بدون حياء كأنه هذا يمثل السنة، وهذا يمثل الشيعة، وهذا يمثل الطرف ذاك أو الحزب إلى ذلك، وكلهم مرتبطين بتاريخ نقولها بأمانة والشعب قالها، تاريخ أسود، تاريخ لا يمكن أن يغتفر، يتجاوز مدى الخيانة العظمى. أخيرا سيد عادل، يكتب عريب الرنتاوي في الدستور الأردنية هواجس كورونا والاستعصاء الحكومي في العراق، يقول الكاتب: على رئيس الحكومة المكلف أن يتحضر للحظة مواجهة وامتحان مع الحراك الشعبي في العراق. برأيك ما هي هذه المواجهة وما هو هذا الامتحان؟ نختم بذلك بدقيقة واحدة لو سمحت. يعني هذا مختصر المفيد. نعم بلا أدنى شك هذا كلام منطقي نعم على أي شخصية سواء الكاظم أو غيره من يتبوى السلطة عليه أن لا يغفل عن إرادة الجماهير، ولا يمكن أن تسكت الجماهير. وإذا انتهى هذا الوباء وهذا الجائحة ستنتقل الجماهير مجددا وتحاول أن تنتزع بلدها. لذلك لا يتراهن الحكومة العراقية على أن ممكن أن تستفاد أو تتنفس الصعداء بوجود هذه الجائحة، لأن الأمر سيمر عليهم، ولن تقبل الجماهير بتمرير ما يرومون الآن محاولة إعادة تأهيل العملية السياسية أو شخوصها الفاسد. وبالتالي هذا كلام منطقي. نعم، إذن بهذا ينتهي وقت البرنامج. أشكرك سيد عادل الشكر الجزيل على هذا اللقاء. كل الاحترام. مشاهدينا، كان معنا الكاتب والمحلل السياسي عادل الأشرم. حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من أسبوع الصحافة، تقبلوا أحلى الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.